Honor Set for Gaming. Say hi. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سعد بقاتكم حوسات فور جيم. اليوم رجعت لكم فيديو جديد. طبعا ما عليكم بهذا السيرفر، هذا بالسيرفر جي بي تيست، ما راح يكون السيرفر الكامل، ولو انه هذا الهب هب مره جميل بس ما راح اخذه لانه في بعض الاخطاء. فايب ما بدي اني اخذه بس خلاص بدون ما اخذه. فايب طبعا السيرفر قيد الصيانه مالي، وان شاء الله راح يفتتحوا فيه لعبه سكاي وورز فايب اللي راح تكسر الدنيا ان شاء الله. فايب ولعبة فاكشنز زي ما انتم شايفين سيفينج وورد، لانه اليوم راح اقول لكم شيء، راح اقول لكم كيف انكم تركبون بلوجنز بالسيرفر مالكم الجميل. يب ما صدقتموني. اوكي خليني بس اني اكتب هاي. اونر سايد فور جيمنج سي هاي. فايب طبعا اليوم اعلمكم كيف تركبون بلوجناج براكات وكل هذه الاشياء. طبعا البلوجينات شيء مره صعب، مره صعب، عشان هيك ما راح اشرح لكم بلوجينات يعني هذا البلوجين ايش يسوي، لانه انا نفسي نكبه في البلوجينات، انا نفسي قاعد عم اتعلم من الاجانب ولسه ما فهمت ولا اي شيء على البلوجينات. بس ركبت البلوجين من الرانكات اللي هو مره معقد، عباره عن بلوجينين اثنين، والبلوجين هذا يسوي لك سيتنج من سوي لك سيتنج جميل زي ما انتم شايفين هنا ويلكم بلا 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 زي ان السيرفرات هذه الاشياء. بس هادو هم البلوجين الوحيدين اللي ركبته، باقي البلوجينات والله ما افهم فيها ولا اي شيء، لانه البلوجينات شيء مره صعب حتى انا قاعد اتعلم، وان شاء الله اعلمكم معي. فايب طبعا ميزه السيرفر اللي راح يكون فيه بلوجينات، اول شيء البلوجينات بكل تاكيد، ثاني شيء اوكي يلاك. فايب ثاني شيء انه تقدر انك تسوي اي اف كي فيه، يعني لو بقيت هنا اي اف كي بدون ما استنسخ ماينكرافت بدون اي شيء اقدر اني بكمل اليوم حتى بكره لو ما طفى جهازي ابد. فايب الا لو ركبت بلوجن انه يمنع الاي اف كي، هنا عاد كلمه اخرى. فايب اما عيوب حقت السيرفر اللي به بلوجينات انه ما في كوماند بلوك، يعني لو ركبت البلوجينات انسى كوماند بلوك. خليني حاليا اني اجرب اني اعطي نفسي كوماند بلوك سلاش كيف اتش بي كوماند بلوك. اوكي يقول لي اللاعب مو موجود حق اتش بي، يعني انسى اتش بي اتش اي كل هذه الاشياء. خليني بس اني اكتب سلاش كيف اسمي هذه المرة. اوكي قاعد عم يقول لي انه اعطاني الكوماند، وين اعطاني؟ ما اعطاني ولا اي شيء. فايب زي ما انتم شايفين يعني انه صراحة البلوجينات ما ادري البلوجينات في ماينكرافت الجوال ما تسمح لك بالكوماند بلوك، يعني في عداوة بيناتهم ما ادري ليش. فايب الشيء الاخر انه ما في حيوانات، يعني تقريبا خليني بس اني اجيب مثلا بقرة، اجيب مثلا كاو. اوكي وين بس ما اقدر اني ارسبن، ما اقدر. تقريبا المخلوق الواحد اللي ترسبن هو الزومبي العادي، هو المخلوق الوحيد الموجود. اوكي ولو رسبنته خليني بس اني ارسبنه ما يموت في الصباح. فايب وما يتحرك يعني تمثال. طبعا في بلوجينات عشان انك تضيف حيوانات بس يعني دوخة وهذه الاشياء. فايب وبدون اطالة عليكم، بعد ما عرفنا المميزات والعيوب خلينا ندخل على طريقة الشرح. فاوكي يا شباب طبعا عشان انك تسوي سيرفرات مال بلوجينات لازم انك تضغط على هذه ثلاث نقاط، تنزل لتحت تضغط على سوفت وير، تنزل حاليا ما تختار البيدوك، تختار
اسمها البوكيت ماين. فيبي شباب تختار البوكيت ماين وتطلع الفيرسشن وخلاص تحدثها. طبعا انا محدثها فيبي شباب. فزي ما انتو شباب لما تحدث راح ينضاف لكم خيارين اللي هو الفايلز والبلوجينز. طبعا تضغط على البلوجينز راح يقترح لك الموقع مليون بلوجين. فايب انت كل عليك انك مثلا انا بدي مثلا اش اسمه مثلا في هذا مال انتي سبون برو يقول لك يعطيك كوبان الناس اللي قاعدة عم تسوي هاك. فايب تضغط عليه وتحمله وخلاص. طبعا انا محمله. فايب مثلا البرودكاست يعني انه بين فترة وفترة يطلع لك كتاب في الشات يكتبها لك السيرفر كأنه مثلا سبسكرايب او اي شيء. فايب نحمل مثلا تحمله وخلاص تحمل. فايب طبعا عشان انه يستغل اسمه البلوكينات لازم اول شيء انك تروح للسيرفر وتشغل السيرفر. فايب اوكي شباب. طبعا بعد ما اشتغلت السيرفر حاليا لو تروحوا للفايلز راح تلقون انه البلوجينات تركبت. يعني اول ما تحملوا البلوجينات لازم انكم تشغلون السيرفرات عشان انه ملفات البلوجينات تتحمل في البلوجينز داتا. طبعا ان ملف البلوجينز تلقى جميع البلوجينز اللي انت حملتها. فايب وطبعا تقدر انك تزيد بلوجنز وانت تبرمج بلوجنز مع نفسك. بس هذه يعني لو كنت تفهم في البلوجنز سويها، لو ما كنت تفهم في البلوجنز لا تسويها. انا اصلا ما افهم في البلوجنز ايش اركب ايش ما اركب والكوماندات، فكيف تبغاني اني ابرمج لك بلوجن؟ والله مستحيلة. فالمهم نروح لملف بلوجنز داتا. فايب طبعا زي ما انتو شايفين هنا عندنا كثير من البلوجينات. طبعا زي ما انتو شايفين حتى انه في بلوجينات تحتاج انك تركب بلوجين عشان انه يسوي لك شيء واحد، مثلا مثل بيرشات والبيربلمس. هذا هو البلوجينات حق الرتب. فايب في كثير من البلوجينات اللي انا مركبها وما زال لازم اركب. والبلوجينات في بلوجين مال سكاي وورز، بلوجين مال جيت بي في بي، في كثير بلوجينات. فايب طبعا يا صديقي هذا كان كل شيء. اتمنى انك تقدر تعبي. طبعا هذه الطريقه عرفتها قبل باسبوعين او ثلاثه، وحتى انه في شخص قال لي لانه كان مو موجود في البوكيت ماين بعدين اضافوا البوكيت ماين وهذه الاشياء. فايب لكن صراحه ما حبيت اني اشرحها على طول عشان اني افهم للبلوجينات وما يجيني شخص مثل هذا ويقول لي تراك كذبت. يعني بالله عليكم انا شارح والناس طبقت كل شيء فول سابتيك، الكل صار عنده سيرفر. شوفوا كاع حتى الادله زي ما تشوفوا في الساعه، في الاخير يجي شخص يقول لك كذبت ويتابع شخص مستر كذب ويقول له ايوه والله انت صادق، ويجي الشخص اللي يصدق يكذب. يعني والله استغفر الله استغفر الله. فالمهم هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله يعجبك المقطع انك تضغط لايك تشترك في القناه تفعل جرس التنبيهات عشان انه يوصل كل جديد. كان معكم سيد من قناتكم محبوب سعد فور جيمنج، اشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله. بيس اوت.